تعرف مدينة مغنية الحدودية بولاية تلمسان انتشارا كبيرا للأفارقة في البساتين والحقول، باحثين عن الاستقرار، خاصة أن المنطقة تعرف عزوفا للشباب الجزائري، يعني العمل الفلاحي، وهو ما يستدعي من الفلاحين الاستنجاد بالأفارقة كونهم البديل في جني المحاصيل. المزيد مع فاطمة زهراء جوال وحميد عوادي. انتشار الأفارقة في البساتين والحقول هي أحد المظاهر التي انتشرت في الآونة الأخيرة في مدينة مغنية الحدودية بولاية تلمسان، حيث غزا الأفارقة المقيمين بالمدينة بطريقة غير شرعية باحثين عن الاستقرار، وفي ظل عزوف الشباب الجزائري عن العمل الفلاحي، اضطر الفلاحون الاستنجاد بالأفارقة الذين يتفانون في العمل ويقبلون عليه بكل إتقان. Si on descend, bon, on part à la maison, oui. On prépare et puis on mange, c'est tout. Ah d'accord, ouais. À la maison. Ouais. C'est où la maison? On est tout près ici, c'est le patron qui nous a logé. Oui, ça marche un peu. Il vous paye bien? Oui, il paye bien. Oui. Oui, on mange bien, on fait tout. إلا أن الأفارقة الذين ينحدرون من مختلف الدول الإفريقية يعانون من مشكل الإقامة ويطالبون بتسوية وضعيتهم، الأمر الذي أثر عليهم خاصة وأنهم يعملون في الجزائر من أجل تخليص عائلاتهم من الفقر والحرمان. Et puis, moi, je viens de Burkina Faso. Nous comptons rester ici pour travailler, mais le problème est que le logement, et puis, comme on n'a pas de papier, pour, voilà, on est dans des risques, c'est pour ça. Sinon, le pays, vraiment, à dire, c'est bien. وفي ظل عزوف الشباب الجزائري عن العمل في قطاع الفلاحة، يبقى الأفارقة هم البديل لإنقاذ المحاصيل الفلاحية وجنيها.